المقابله كما شاف الجامع مقابله ما كانت سهله، كنا خاسرين رجعنا في النتيجه، قلبنا باش اننا نحقوا واحد الهدف الثاني ونحقوا واحد 3 بوان اللي خلينا في الصداره. كما كنقولوا نقطه احسن من والو. كنبغي نشكر اللعابه وكنتمنى الحريه للجماهير العسكريه ان شاء الله. واخا ما كانوش معنا في التيران ولكن كانوا معنا بالقلوب ديالهم، وكنبغي نقول لهم اني باسمي وباسم اللعابه كنبغي نقول الحريه للجماهير العسكريه ان شاء الله. الحمد لله كل شيء مزيان، مدرب كبير ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو. خاصنا نعاونوا كحنا لعاب وكجمهور باش انه يبصم في البطوله الوطنيه ويحقق المبشر. الاهداف ديالكم مع هذا وغادي ننافسوا على جميع الالقاب ان شاء الله.